هي دور محيط ضعيف يعني، وخدمة مصالحهم الشخصية والأقارب المقربين، المواطن عادي ما حد بحاله، حتى عن العراق بصورة عامة ما حد خدم يعني الناس، مصالح شخصية وأحزاب وتابع لفلان وتابع لفلان، ولا كمواطن ما حد بحاله الفقير، خاصة بنينة وغياب كبير، لأن بصراحة ما عندهم شخصية قوية اللي بالمجلس النواب يفرضوها أنه لهم رأي المحافظاتهم، يزورون مواقع خاصة ربعهم شيخ فلان ابن فلان قرايبك عمامك، ناس بسيطة تستفاد من ربعهم، والبقية المواطن العام له رحمة رب العالمين أكو أكثر، ولمن هو المواطن ما حد قدم له خدمة يعني ملموسة، هو بس يعني مع احترامات للمواطن نقول يضحكون عليهم فقط، يطوم شنفلس يضحكون عليهم ببطانية لو وجبة مواد غذائية، إنسان فقير ما حد له لا رحمة رب العالمين. المفروض كثير ناس تتحاسب بس ما حد يحاسبهم، لأن هو اللي يحاسب الرئيسي هو ما صحيح، يحاسب الصغار ما يحاسبهم، لابد ما تنتخب أي شخص ما خدم المحافظة بصورة عامة وليس الأغراض الشخصية ابن عمي ولا ابن عشيرتي، لا احنا نريد خدمة ملموسة للمواطن بصورة عامة. والله دورهم بالنسبة لهم بس الربعهم، الناس المحيطة بهم حصرا، وللمواطنين لا والله ماكو أي دور، مجرد بس عبروا الشغلة الانتخابية بس فازوا بالانتخابات هذا خلاص، كل واحد قاعد مكانه، عادي دور منافعه الشخصية، من موصل بيها 33 نائب؟ نعم. تمام؟ والله ما شفنا حد يعني نائب نزل دور ورا الناس أو دور ورا مصالح الناس، حتى إذا تروح عليهم يكثر لك الله حي وهلا وبتشاي وهذا هو. بس الله حي وهلا بيك ويقدم لك الشاي، ومن تطلع حرام إذا معاملتك تطلع من المكتب مالته. والله أهل الموصل عامة ومحافظة نينوى خاصة، يعني العامة كلام للناس. والله خلي ينتبهون بعد ما يفيد يعني، يعني العمر خلص بس بالتجارب، بس بالتجارب العمر خلص خاضوا انتهت. والله لازم كل نائب ما اشتغل وما انتبه على الناس وما اشتغل مع الناس وما اشتغل بما الله أمر، لا والله حرامات حرامات، واحد يبصم عليه خلي يبطلون المجاملات والأقارب والاسم والمدري شنو، يدحقون بس على مصلحة المدينة لأن هم مواطنين، كل شيء يخصهم ما يخص بس الناس. نواب نينوى لحد الآن ما عندهم أي أداء، ليش؟ لأنه هم أولا نحن من نجي اليوم الدوائر الحكومية تيجي على كل دوائر أكو مدراء صار لهم تقريبا 15 سنة، تروح على أي دائرة عندك معاملة تلقى تلك تلقى يقول لك المدير ما موجود، تلقى يقول لك والله ما عندنا كادر، توجه نداء للبرلمانيين يابا تعالوا شوف الوضعية شوف الأمور، لا حياة لمن تنادي، هم سعينا مصالحهم بس، والله كل البرلمانيين على مصالحهم ما قدموا وتحداهم، يقولون قدمنا الشيء لمحافظة نينوى، والله العظيم يعني خذها من عندي أنا، قدمت شكوى في يوم من الأيام على 7 نواب من نينوى أمور تتعلق بالمليارات حقوق ناس، طالبت أنه يابا حقنا تعالوا الطالب يريد حقنا، والله العظيم ما نائب خذ الطلب واتخذ إجراء، على كل شريف من محافظة نينوى وكل برلماني إذا ما أدى والله عيب عليهم ينتخبونه.